فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الناس يخرج إلى البر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، فهل يجب عليهم أن يحضروا صلاة الجمعة ويرجعوا إليها؟ لا، إذا أذن المؤذن صلاة الجمعة الأذان الثاني ما يجوز له يخرج، يلزم يصلي. أما إذا خرج قبل الأذان الثاني يجوز له هذا، لكن ما يفرط في الجمعة. إذا كان في طريقه جامع يصلي الجمعة يحصل على الأجر. نعم.